بيبي، ما قلتليش عملت ايه في رحله اسكندريه اللي قلتلك عليها امبارح؟ بالنسبه لرحله اسكندريه انا لغيتها ولغيت كل الرحلات. لغيتها من نفسك كده؟ وانت ازاي تلغيها من غير ما تاخد رايي؟ واخد رايك ليه؟ ده قرار انا خدته وخلاص، يعني عادي جدا. يعني ايه يا ابي؟ هو احنا خلاص يعني مش هنصيف السنه دي؟ يا سلام، حوش اللي يسمع كده يقول البت مقطعه البلاجات. يعني برضو حضرتك ما جاوبتنيش، انا مش فاهمه ازاي تاخد قرار انك تلغي الرحله من غير ما ترجع لي وتاخد رايي. قرار خدت قرار، اول حاجه ان انا خدت قرار بنفسي، ثانيا لان انا راجل البيت فانا الوحيد اللي بياخد قرارات وضع طبيعي. يعني يا سلام يا خيف، انت بتتريق ولا ايه؟ من غير ما اتريق، ما ده وضع طبيعي. بتريق، ماشي بتريق. تصدق ان انا متفاجئه دلوقتي؟ انا فعلا كنت متخيل ان انت راجل متحضر ومثقف. ولقيتيني ايه بقى، رجل من العصر الحجري؟ طبعا، لما تاخد قرار لوحدك من غير ما ترجع لسيده المنزل يبقى انت رجل ديكتاتور. تور ايه؟ بصي يا رانيا، بطلي تنطحي في كلامك لو سمحتي. انا لا بنطح في كلامي يا صاحب القرارات اللي بتاخدها لوحدك. قراراتي باخدها لوحدي زي ريموت التلفزيون ده، ما هو في ايدي بحول بيه التلفزيون زي ما انا عايز، احول البيت كله زي ما انا عايز لان انا راجل بيت. عادل، على فكره انت كده بتهرب من المواجهه. يا بنتي يا حبيبتي يا ناموسه، انت من حقه يهرب من السجن اللي هو عايش فيه. وبعدين مواجهه اللي انا بهرب منها يا هانم؟ انت عارف بقى، انا عارف ان انت لو متحضر ومثقف زي ما انت بتدعي يا رجل المنزل، واجهني زي ما بيحصل في الدول الاوروبيه المتقدمه. اواجهك ايه في الدول الاوروبيه؟ بيعملوا ايه يعني؟ اواجهك ان نروح فرنسا نقعد نتكلم؟ يا ربي، انا ببذل مجهود فظيع ان انا اشرح لك كل الوقت كل حاجه، ان انا شخص مثقف طبعا. يعني في الدول الاوروبيه المتقدمه يا حبيبي بيعملوا انتخابات، يعني بيختاروا اللي يتكلم عنهم بالنيابه عنهم في المنزل بالانتخابات، بيختاروا هو اللي بيبقى مسؤول عنهم. لا، الكلام ده بيعملوه في اوروبا لان اوروبا اساسا ما فيش راجل يحكمها زي انت فاكر نفسك السيد ولا ايه؟ انا عايزاك تعترف وتقول كده ان انت قلقان تقف قدامي في الانتخابات. انا خايف ان انا اقف قدامك؟ يا نهار اسود يا بنتي، انا واثق من نفسي تماما. انا خايف عليكي ان انت لو خسرت في الانتخابات هتتصدمي. لا وحياة ربنا ما تخاف قوي يا نهار اسود. لا خالص يا عادل خالص، بص انا عايز اقول لك حاجه، انت ما تخش قدامي في الانتخابات، انا هثبت لك ان انا اعرف ابقى صاحبه قرار في هذا المنزل المجيد. لو عمل كده يبقى ديمقراطي، الا بقى اذا كان خايف ومش واثق من نفسه. لا خايف، بقول لكم ايه، ما تكبرهاش في دماغي وهتخلوني ادخل الانتخابات. انت طول عمرك كبير يا حبيبي. قول، عايز ميعاد الانتخابات امتى؟ اي ميعاد، انا ما تفرقش معايا، خلاص انا داخل الانتخابات، داخل الانتخابات. اوكي، هنخش الانتخابات بعد 3 ايام يا عادل. ماشي، بعد 3 ايام واحضر الحمله الدعائيه بتاعتي، وهتتبهدلي هتتبهدلي يا رانيا. طيب المعركه هتبقى هنا في البيت، وكل واحد في البيت ان هو يكتب اللي هينتخبه في ورقه، ونجيب اي حد يفرز الاصوات. مين اللي هيفرز الاصوات؟ احنا عايزين طرف محايد، بس يا ترى مين؟ رمزي ابن عمك، اهو مننا وعلينا. ايوه صح يا ماما، انا هجيب رمزي هو اللي يفرز الاصوات، وبالمره يمسك لي الحمله الدعائيه بتاعتي. وانا ما عنديش مانع. انت متخيله ان انت ممكن تكسبي يا رانيا ولا ايه؟ يا حبيبي بلا فخر، انا متاكده مش متخيله. والله عشنا وشفنا الستات ضد جوازهم في الانتخابات. يا انتي، هذه هي الديمقراطيه اللي كل اوروبا بتعمل على هذا المنهج. يا دي اوروبا، يا دي أوروبا. خلاص اوروبا دي القطه كلت عيالها، القوالب نامت والانصاص قامت. ماشي، انا هثبت لك ان انا رئيس مجلس اداره البيت ده بالطريقه الاوروبيه والافريقيه والافرو اسيويه. انت بحياتي يا عيني ما شفت زي الفرح فيك. ايه اللي انت عامله ده يا يالا؟ ايه اللي انت عامله ده؟ ايه اللي انت مشغله؟ يعني الزبون بدل ما يخش يشتري يخش يعيط؟ يا دولا بقى الاغنيه دي، انا دولا اثرت فيا قوي يا دولا، كتاب حياتي ده ولا دولا؟ دي اغنيه جديده وحلوه قوي، انا حاسس ان هي معموله علشاني. هي ايه اللي معموله عشانك؟ وبعدين الاغنيه دي مش جديده، الاغنيه دي من قبل ما تتولد يا ابني، وفين هي حياتك دي اللي عاملين لها اغنيه؟ على فكره بقى دولا، انا قصه حياتي دي بقى تنفع فيلم. تنفع فيلم اسمه غباء في غباء. دولا ايه رايك طب ما نخليه غباء ودماء علشان يبقى فيه رعب وجمهور كده. طب ما ايه رايك نسميه دماء في البازار واقوم اشلفطك دلوقتي. انا اسف يا دولا، انا اسف. وفين كتاب حياتك اللي انت عمال تعيط عشانه ده؟ فن الزراعه؟ القمح؟ ايه؟ كان نفسك تطلع بليله يالا؟ تعال عايزك. ماشي يا دولا. يخرب
بيتك الممسحة اللي احنا بننظف فيها الارض بتبوظها بالدموع بتاعتك. انا اسف يا دولة، انا اسف. هي انا دولة عايزني في ايه بقى يا عم؟ شكلك كده يا عم معاك منتج واعملها لي مفاجأة، صح يا دولة؟ انت مش محتاج منتج يا رمزي، انت محتاج ملجأ يا ابني. انا عايزك في حاجة تانية خالص. عايزني في حاجة تانية؟ يبقى اكيد مثلا عايز تشترك معايا في بطولة الفيلم. ماشي افكر يا دولة افكر. تفكر في ايه بس يا عم رمزي اباظة؟ بطولة فيلم ايه يا ابني؟ لا انا عايزك في موضوع يخصني انا. ايه يا دولة؟ انا رمزي داخل الانتخابات وعايزك تقف معايا. طب يا دولة مرشح نفسنا كمان يا دولة. يمكن يمكن ايه؟ ترشح نفسك فين يالا؟ هو في حد عارفك غيري؟ وبعدين دي مش انتخابات انتخابات، لا دي انتخابات عائليه. اللي هيفوز بيني وبين رانيا هو بقى هيبقى صاحب القرار في البيت. الله يا دولة الله، انا بموت بقى في جو الانتخابات يا دولة. وعايزك بقى يا رمزي تبقى انت اللي هتتولى الحمله الدعائيه بتاعتي. انا الله، وانتخبوا مين دولة وحبيبكم مين دولة؟ انتخبوا مين دولة وحبيبكم مين؟ يا فرحتك فيا يا رانيا، يا فرحتك فيا. وهعمل لك بقى يا معلم زفه بقى في الشقه كده، ونزفه بلدي كده، ون عشان زفتي يا رانيا. انا زفتي ولا اتجوز؟ بقول لك انتخابات، انت لا يعتمد عليك ابدا. انتخابات يالا انتخابات. زفت ايه؟ طيب انا اعمل ايه يعني؟ احنا عايزين نعمل خطه محكمه نسيطر بيها على اصوات البيت كله يالا. ايه رايك يا دولة بقى احنا نعمل سطو مسلح ونقفل الصناديق بتاعت الانتخابات او نرميها في النيل؟ يا ده احنا طالعين نسطو على بنك يالا. لا نسيطر على الاصوات اللي موجوده في البيت، يعني نخليهم كلهم يميلوا ليا، وخصوصا اصوات امها واختها الرخمه دي. ايوه دولة انت بص تعمل زي النايب بتاع بلدنا دولة، تقول لهم انا لا ان انا يعني لو نجحت في الانتخابات دي يعني هعمل لكم عمره. عمره يا والراجل النايب بتاعكم ده كان بيطلع الناس عمره فعلا؟ لا يا دولة كان هو بيحج لوحده وبعدين بيرجع بقى يقول لنا انا دعيت لكم هناك وانا في الحج وكتبت لكم حجه. لا 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 ما ينفعش معاهم الكلام ده، الناس دول مكرين يالا. طب يا دولة انت تهددهم يا دولة انك لو ما نجحتش في الانتخابات دي بقى هتزعل منهم، وعرفهم ان زعلك ده وحش ومش طايقهم يعني. ايه 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 تفكير العصابات ده يا ابني؟ ما اقتلهم احسن. لا 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 ولا رمزي انت افشل مدير دعايه يمسك الانتخابات. يا دولة والله العظيم انا عايز مصلحتك يا دولة. انت عايز مصلحه السجون يا هلا. طيب قول لي بس هنعمل ايه بقى؟ بص احنا نوزع هدايا، نقول كلام حلو مش بالمطوه يالا ونضربهم. انت في عرسه في بقك ولا ايه؟ الله يا دولة الله على الدماغ الكبيره يا دولة. هي دي الانتخابات يا دولة. المهم دلوقتي عرفت هنعمل ايه بالظبط؟ لا يا دولة بس مش ده كله المهم يعني، المهم بقى امتى الانتخابات يا دولة؟ انا سخنت خلاص. الانتخابات كمان يومين يلا يا رمزي، وبعدين انت كمان اللي هتفرز الاصوات وتعلن الفايز اللي هيكون انا طبعا. وكمان هفرز اصوات؟ لا 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 بلاش بلاش تفرز الاصوات. لا يا دولة يعني لا انا فرحان يعني. ايه الثقة دي يا دولة؟ والله إيه انا بصراحة دولة انا بشكرك بشكرك بشكرك. شي يعني كل ما في الموضوع ان احنا مش لاقيين حد يفرز الاصوات غيرك يا سيدي. يا دولة ده انا بقى ابو الرماميز هعمل لك شوية دعاية لوز. اهم حاجة بقى في الدعاية يا رمزي انك انت تعمل شوية يوفط تزغلل العين يالا. تزغلل العين؟ اه. اطمن يا دولة هعمل لك بقى على كل يافطة مراية. فرحتك فيا يا رمزي، فرحتك فيا. عادل جوزي وانا عارفاه لازم نبقى قد التحدي، عشان كده لازم نعمل خطه تنفيذيه رائعه عشان نكسب الانتخابات. يا حبيبتي انت دلوقتي عندك مشكلتين، او بمعنى اصح عندك مصيبتين، ام القرشانه واخت ام لسان قد كده دي. برافو عليكي يا نوجة انك قريتيها، عشان كده لو كسبنا اصواتهم اكيد هكسب الانتخابات. مش هتقدري يا حبيبتي، دول بونيش، دول حاجه بيئه حاجه عره كده، ما اعتقدش انك هتقدري. معلش يا مامي انا هعرف اتحمل واقرص نفسي واتعامل معاهم عشان خاطري اتحملي انت كمان. ولعلمك انا عندي حته فكره صايعه موت. الواد الزفت المهبهب على عينه اللي شغال عنده في البازار رمزي عامل مدير اعماله، انا بقى هخليه يبقى مدير اعمالي ويعمل لي دعايه فجره علشان يعرف ان الناس اللي مشغلهم دول مقرفين وبيبيعوه في لحظه. برافو عليكي، دي بقى فعلا تفكيريشن في الليجن، يعني مجهنمه فعلا يعني. انا هروح اكلمه بعد شويه بقى علشان اقول له اعمل لي دعايه ياي بقى حاجه فظيعه موت يعني. بصي يا ستي وانا كمان عشان خاطرك انت بس هحاول استحمل ام واخته دول لحد ما تنجحي في الانتخابات. وانا هعمل لك كل اللي انت عاوزاه يا نيويو. ربنا يخليك، ده انا هظبطك وتظبيط مش قادره اقول لك. انا قايمه دلوقتي هروح اقعد بقى ايه، اصل امه واخته بره فهحاول بقى اثبتهم واسايسهم.
بيهم وكده يعني. بليز يا مامي هاتي شوكليت انت ونوجا وتعالي نثبتهم مع بعض، كلنا نقعد نثبت بعض. يلا وزاره فيهم الشوكولاته دي مضروبه كانوا حياتهم خالص. بلس 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 طبعا يا جماعه احنا ستات زي بعض يعني، والصح ان احنا نقف جنب بعض في الانتخابات على اساس ان احنا نمشي راينا في البيت ويبقى راي نسائي بحت. اتفضلي يا انعام، شوكولاته عمر ما بقك دقها في حياتك، لا انتي ولا سناء ولا في الاحلامات. تستاهل بقكوا. قرصيني يا بنتي، احنا في حلم ولا في علم؟ لا في علم يا ماما. كملي يا رانيا كملي. يا جماعه انا عندي برنامج انتخابي مبهر وتحفه، ولعلمكم هيحقق العدل والمساواه الفكريه النسائيه. الفكريه دي واحده قريبتكم؟ بنيش يا حبيبتي يا انعام، يعني فكريه ان كل واحد هيفكر بدماغاته لوحده ويبقى هو اللي بيختار بحريته. سلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا سونسون يا حبيبتي؟ سونسون؟ هي وصلت لدرجه سونسون؟ ده احنا نعمل انتخابات كل شهر بقى. وحشتوني جميعا يا اسرتي العزيزه. انت كمان وحشتنا يا حبيبي، لكن ايه ده كله؟ والله انا قلت بدل ما ادخل وايديا فاضيه وانا جاي من البازار كده اجيب لكل واحده فيكم هديه. خدي يا حماتي، خدي يا نجم. سلام، ده انت عمرك ما عملتها، اول مره تعملها يعني. فك كيسك. مش اخر مره، خلي بالك كل يوم من ده. تعيش وتجيب يا حبيبي. اهدي المجايب ولا بلاش؟ مش شوكولاته وبرنامج انتخابي. بالنسبه لماما وبالنسبه لحماتي العزيزه، اوعدكم السنه دي ان شاء الله هطلعكم عمره. عمره منين ان شاء الله؟ انت لقيت تاكل يا ابني. ربنا يخليك يا حبيبي، وانا هناك هدعي لك والله. وانا كمان هدعي لك وهجيب لك بخور. بالنسبه ربنا يخليكي، بالنسبه لك انت بقى يا سناء، انا هدفع لك مقدم عربيه جديده وانت تدفع لي اقساط بعد كده للبنك. ده حلم حياتي عادل، حلم حياتي ان يبقى عندي عربيه. انت يا بنتي انت هتصدقيه يا بنتي؟ ده معوش فلوس يجيب لك عربيه فول حتى. هجيب لها عربيه فول اوتوماتيك. بالنسبه لك انت كمان بقى يا نجلاء، هتطلعي رحلات مثلا 3 4 رحلات كل شهر، بالاضافه ان مصروفك هزوده زياده مبالغ فيها. اسمع كلامك اصدقك، اشوف مصروفك استعجل. خلاص ضحك عليكوا صدقتوا وريلتوا يا بنتي. يا سناء الحياه مش فلوس وبس يا سناء. فعلا فلوس وعربيه. فول اوتوماتيك، فول اوتوماتيك. تسمعك. الو الو الو، فراشة الحاج رمزي تقدم الان نبدا التجارب، ولما هنقول انتخبوا مين هتنتخبوا طبعا دولا. دولا رجل البيت ورجل البازار، الرجل الشهم، الرجل الشهم دولا حبيبي. الصمت. ولما هنقول رانيا يعني الجمال، يعني الشهامة، يعني الست لما تبقى بمية راجل. انتخبوا رانيا. رانيا 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 رانيا. يا ابني اخلص يا ابني، اخلص يا ابني، روح لم بسرعة الأصوات، اتكل على الله. ماشي دول خد. أنا واثق من الانتخابات، واثق من كل حاجة، اتكل أنت على الله. دلوقتي يا جماعة أنا ريحت ضميري، ريحوا بقى ضميركم أنتوا كمان. يا ريحت ضميرك إيه يا أبو وشين؟ أنت عندك ضمير؟ أنت مع مين فيهم؟ يا نؤنو أنا مع اللي يكسب طبعًا، أنا بشجع اللعبة الحلوة يا حبيبة قلبي. بس عليك اتفضل. يا ترى يا ترى إحنا عملنا اللي علينا. رانيا 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 دولا رانيا دولا. والآن نبدأ في فرز الأصوات. يا ابني من غير ما تفرز اصوات ولا حاجه يا ابني، انتوا كلكم واهمين، انا كده كده كسبان، افرز يعني افرز. الورقه الاولى، انا شايف في عينيكم الدهشه والانتظار، الورقه الاولى مكتوب فيها عادل. اشكركم يا جماعه على ثقتكم الكبيره دي، وده طبعا كان منتظر، وده يعتبر اول شعاع من اشعه شمس النجاح. ودلوقتي يبقى 1-0 النتيجه، 1-0. هنفرز الورقه الثانيه. يا ترى يا هل ترى يا هل ترى. رانيا. انا قلت لكم، انا قلت لكم، انا قلت لكم يا جماعه، الواضح ان
شمس النجاح فلسعت يا عادل والسما بتمطر جحيم. لسه بقيت الانتخابات ولسه بقيت الاصوات تفرز يا دلوقتي يا جماعه ما تنسوش النتيجه 1-1 1-1 ودلوقتي هيبقى 2-1 يا ترى لمين يا ترى لمين؟ لعادل. عادي عادي 2-1 عادي عادي 2-1 مين يا ابني لسه في ورقه ناقصه انت حتى افوت يعني يعني من غير ما يبص في الورقه معروفه النتيجه يا جماعه الامل لازم يبقى معانا طول الحياه الامل هو اللي ادى صوته لرانيا رانيا 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 بس كده 2-2 كده 2-2 هنعمل ايه دلوقتي كده 2-2 مش عارف ومفيش ورق جوه مش عارف ليه ده عادل ده ظلم ده لا ما ينفعش يا جماعه احنا كده مفيش قدامنا غير ان احنا نعمل ضربات جزاء وطبعا لو عملنا ضربات جزاء عم منصب اللي هيقف ممكن هينصفها هي بكوسه هتعمل ايه يا فالح يا شاطر يا عدل لعلمك هدانا برجعش ما انت ما عندكيش مشكله يا سناء يا اخوانا يا اخوانا احنا لو عملنا الانتخابات دي 100,000 مره النتيجه هتطلع هي هي عشان واضح جدا ان كل واحد بينتخب اللي بيخصه ماشي ماشي مدام كل واحد بينتخب اللي يخصه هاتيلي بقى الساعه اللي انا اديتها لك يا حماد لا جاميه بابا لا وبعدين البنت سناء دي قالت ان مفيش اي هدايا هترجع وبعدين بقى في الاهم من كل الحاجات دي اهم صوت اهم صوت في البيت ايه هو بقى ان شاء الله ياسمين انتوا ناسين ياسمين ياسمين دي اهم صوت موجود في البيت وهي اللي هتقرر مين فيهم اللي هيكسب ايه رايك يا ياسمين جميله في الهدايا كتيره جدا اللي باباكي جابها لك حلوة قوي يا بابا مرسي بس بصراحة يا بابا انت اول مرة تعملها معايا وتجيب لي اللعبة دي كلها يا حبيبتي عشان النهاردة عيد الطفل ربنا يخلي لك بابا يا حبيبتي بقولك ايه اسمعي كلام بابا لا 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 ياسمين دي جميلة وشاطرة جدا وأمورة جدا وبتسمع كلام بابا جدا ولما سمعتش بالذوق هتسمع بالعافية بابا انا مش فاهمة حاجة بصي يا حبيبتي انا افهمك عارفة عمو رمزي الغبي طبعا عمو رمزي الغبي ده بقى هيجيب لك ورق كده هو صغير كده هو عشان تكتبي عليه حاجه هتكتبي بابا اوعي تكتبي ماما بابا مش ماما هتكتبي ايه بابا مش ماما لا ما تكتبيش مش ماما اكتبي بابا بس حاضر يا بابا هكتب بابا بس شفتي يا شفتي مامي جابت لك حاجات جامده جدا موت هدوم تحفه كلها ليكي بصي يا مامي ربنا يخليكي ليا انتي وبابا بصي بابا جاب لي لعب حلوه ازاي بصي العروسه والحاجات والمسدس بصي المسدس ده ايه اسمك الهبل اللي انتي بيجيب اللعب دي الهدوم اللي انا جايبه لك ايه ده ايه ده جايب لك مسدس ده عبيط ده ولا ايه ده عايزك تطلعي مجرمه وقتلت قطه ايه العبط ده ارمي يا شيخه في الزباله بلاش قرف بصي يا ماما اللعب حلوه وعجباني الا اذا بقى لو كنتي عايزه تاخديهم لا يا حبيبتي مامي قصدها ان في فرق كبير قوي ما بينها وما بين بابي بابي جايب لك شويه لعب ولعب خرده انما مامي بقى الحلوه دي جايبه لك لبس ولبس من الغالي كمان ايه يا حبيبتي بقى مش معقول ياسمين فهمانانا كل الحاجات دي وعارفه كويس قوي الفرق بين اللعب البلاستيك السكه دي والفساتين الحلوه الكميله اللي هتديني قمر بيها بصي يا ماما انا اعرف ان اللعب حلوه واللبس حلو طب بصي يا قطه بصي بتحبي مامي حبيبه قلبك وبتسمعي كلامي ولا اقول لك عليه تعملي انت عارفه عمو رمزي عمو رمزي الغبي الزفت عمو رمزي اشتهر ولا ايه ما علينا عمو رمزي الزفت ده لما هيديكي ورقه ويقول لك اكتبي فيها هتكتبي مامي مش بابي مامي مش بابي مامي وبس الو الو تيست مات ولا 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 اخلص من شغل الموالد ده وروح لم الاصوات اتكل على الله ايه دول يعني مش هتسيبنا دول اقول الكلمتين اللي واقفين في زور يا دولا بالعكس سيبهم واقفين في زورك عشان نخلص منك يلا 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 حاضر يا دولا ما هم عارفين من الصبح ان في انتخابات يلا ياسمين يا حبيبتي طبعا عارفه هتعملي ايه طبعا يا ماما تقلقيش ياسمين حبيبه بابا اوعي تنسي بابا يعني اللعب يعني الهدايا يعني الميراث طبعا يا ماما تقلقش ماشي ياسمين يا حبيبه قلبي اهو اهو الصندوق قد ملئ قد ملئ قد ملئ اخلص اخلص عشان بس ايه يعني كده اهو
والآن مع الفرز الأول والأخير من الانتخابات الشرعية. الورقة الأولى يا جماعة. عادل. واحد صفر. هذه أول ورقة. الثانية هنسحبها على طول، بتقول فيها رانيا. يعني واحد واحد. يا رب الماتش يعدي على خير يا رب. إن شاء الله. الورقة الثالثة، الثالثة بتقول عادل، يعني اثنين واحد. عادل عادل. دول حبيبي ورانيا يا جماعة، رانيا يعني اثنين اثنين. تاني اثنين اثنين. الورقة بقى الأخيرة، الورقة دي الفيصل والهرم. هنقول فيها ايه ده؟ برضك تعادل يا دول. ازاي؟ مكتوب فيها بابا وماما. اسمي اصل انا خفت اكتب بابا ماما تزعل، وخفت اكتب ماما بابا يزعل، وبعدين انا بحبكم انتوا الاثنين، فاكرتكم انتوا الاثنين. يا ياسمين يا سلام يا ياسمين، يا طلعت اعقل واحده في العيله كلها. تعمل ايه يا رمزي؟ مش عارف يا دولا، حمارة حطمس التالت ده كل ما نضف تحتيه يعملها تاني. سيبك من حمارة حطمس ده واجري على تمثال بتاع رمسيس التاني، زمانه ذروة الدنيا تحتيه. يلا. عينيا يا دولا. الو؟ يا حمادي. ايه الاخبار؟ ايه؟ رانيا بتهرش؟ يعني انا مش فاهم، انا اعمل ايه يا حمادي؟ ما تخليها تستحمى ولا الماء مقطوعه يعني؟ بتهرش في راسها وفي ظهرها جامد. مش طايله ظهرها؟ يا حمادي يعني انا اعمل ايه يعني؟ دولا خليها تهرش بعصايه المقاش. بس يلا بس يلا. بص يا حمادي، خليها تهرش بعصايه المقاش. ولا اجري روح نظف التمثال بتاع رمسيس، اجري. حماتي عندك المسطره بتاعت ياسمين ال 30 سنتي، خليها تستعملها. اللي بتتني. اختها خلاص بتهرش لها؟ طب انت عايزه مني ايه دلوقتي يا حماتي؟ يعني اجي اهرش معاك ولا ايه؟ ايه؟ عايزه دكتور؟ في نفسك كده. قومي استحمي. استحمى ايه يا ياسمين؟ الموضوع اكبر من الحموم بكتير يا حبيبتي. يا امي يا مامي ارجوكي، انا في نار في جسمي هموت. معلش حبيبتي بقى استحملي شويه، عادل كلم الدكتور والدكتور زمانه جاي. يا بنت انت اول مره يحصل لك الكلام ده. من اعمالكم سلط عليكم. يا شيخة حرام عليكي بقى، حتى وهي في الحالة دي بتشمتي فيها؟ بس يا بنت مفعوصة انت يا مقروضة، روحي خدي لك حمام ولا استحمي ولا انضفي، بدل ما تترمي هنا جنب اختك. دكتور وصل يا جماعة. اتفضل يا دكتور. اتفضل. خير يا جماعة، اطمنوا ما تلاقوش، مفيش أي حاجة. ايه ده؟ وريني كده. مش ممكن. ايه ده؟ وريني ايدك. ايه ده؟ أنت إزاي ساكتة على نفسك كل ده؟ لا ما حضرتك مش ساكتة، دي عمالة تهرش من الصبح. طب وأنتوا إزاي مستحملين وقادرين تقعدوا معاها بالطريقة دي؟ وحضرتك إحنا اللي بنهرش ولا هي اللي بتهرش؟ هي اللي بتهرش، فهي مستحملة بقى نفسها وخلاص. ما تقول لنا يا دكتور في إيه بس، طمني من فضلك. ما تلاقوش، هي عندها شوية سكابس. سكابس؟ انتي عندها سكابس؟ يا حبيبتي يا مامتي، هو الحب ده اللي مخليني استحمل حالة الهرش الفظيع واقاومها. معلش يا دكتور، حضرتك انا جاهل بس شوية، يعني ايه سكابس ده؟ سكابس يعني جرب. ايوه كده، بني على حقيقتك، البضاعه زائفه. بس بس يا سلام، عيب عيب، ما تستغليش الفرص وتقولي كلام فارغ زي كده، عيب، ما يصحش ما يصحش. حضرتك جرب جرب يعني؟ ايوه جرب جرب، طفيلي ومعدي كمان. الظاهر انها اختلطت بحيوان كان عنده جرب وهو اللي نقل لها المرض. اكيد القطه اللي على السلم اللي قلت لك ما تقربلهاش دي برضه بتقربلها وتاكليها برضه يا رب. بالظبط كده يا استاذ عادل. عادل، هو ده نوع من انواع الجرب اسمه الجرب القططي. انا قلت لك العيله دي كلها جربانه، انت صممت تناسبهم. انت بالذات ما تتكلميش، فاكره لما جالك تانية وانت صغيره؟ لا ده انا كنت بحميها بالليفه كل يوم، ده وراثه عن ابوك الله يكحمه. بعدين 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 نتكلم في الموضوع ده يا ماما. طيب طيب. ايه يا دكتور حضرتك هتكتب ايه بالظبط؟ دي شويه مراهم كده وكريمات هتستعملهم لمده اسبوع. والنبي يا دكتور، بس والنبي المراهم خلي ريحتها تبقى حلوه شويه. يا ريت يا دكتور يبقى المرهم بريحه الفل لو سمحت. اللحظات اللي انا فيها
دي ما ينفعش خالص السخريه واستفزاز المواقف. خلاص انا اسف يا رانيا، انا اسف. كتبت يا دكتور؟ ايوه، بس اهم حاجه زي ما قلت لك لازم تكون معزوله عن كل افراد الاسره، لان المرض ده معدي وخطير جدا. يا حبيبتي يا ماما انا هخليكي جنبي. تعالي يا ياسمين، سمعت الدكتور بيقول ايه؟ مرض طفيلي، يعني بيجي للاطفال وخصوصا اللي في سنك. ابعدي عنها خالص، بوسيها، ابعدي عنها، ما تقربلهاش خالص. متشكرين جدا يا دكتور. الوداع الوداع الوداع. قولوا لها مع السلامه. الوداع. عادي هتبوسي عادي. بوسه؟ ايه الطلب الغريب؟ عمرك ما طلبت مني طلب زي كده. موبايلات بقى يا رانيا. ها يا بابا. عارف يالا يا رمزي؟ طبعا عارف، يعني انا بحبك قد ايه. يا دوله بقى بتحبني ايه يا عم؟ ده انا قاعد بقالي ساعه قدامك كده، وان حتى ما طلبتليش كوبايه ماء ساقعه. يا سلام، قوي قوي يا رمزي، قد انت ابن عمي يالا، يعني اي حاجه انت عايزها انا اشرب شاي ونسيتك يعني، بس ولا يهمك. حته ايوه جاي. امورنا يا استاذ عادل. لو سمحت يا حته رمزي، طبعا انت عارفه يعني. يا حبيبي يا باشا طبعا. عايزين له بقى يا سيدي نظبطه النهارده كوبايه ميه ساقعه. مشبره. ماشي، وانا كوبايه شاي تانية غديه. تأمرنا يا باشا. يا دي اللي انت عايزه يالا، تحب اطلب لك كوبايه ميه كمان؟ لا لا يا دول، اصل انا يا عم عامل لايت علشان حاسس ان وزني زاد كده اهو. يا اسمها رايت يالا، رايت. لا يا راجل. طب يا دوله بقى ايه الحب ده كله يا عم والكلام الحلو ده يا عم؟ ده انا ابتدى الفار يلعب في ودني. الفار بيلعب على اساس انك ساحر يعني؟ فار ايه يا دي اللي بيلعب في ودنك؟ هتبتديها كده. شكرينا حته وش يا باشا. طيب مشكرين. انت عارف يا رمزي الفرق بينك وبين ياسمين بنتي ايه؟ المخ. طبعا المخ. ليه؟ ياسمين عندها مخ، انت اللي تعرفه عن المخ ان هو بيتاكل بس يعني. يا دولا المخ. ياه جوعتني يا دولا، جوعتني. ولا حتة كوباية مية بقى تاني عشان هموت من الجوع. انت ياد مش لسه بتقول عامل رايت؟ لا يا دولا ده كان من زمان يا عم. زمان ايه يا ابني؟ ده جملتين فات وارجع للحوار. ايه يا دولا بقى انت تقعد تعد عليا كلام؟ يا دولا قول لي بقى انت دلوقتي عايز ايه مني علشان انا سايب رضعه اله الطفوله على النار. بص بقى يا رمزي، بصراحه يعني انا عايزك. رانيا جالها اسكابيس. لا يا راجل، الف مبروك يا دوله، الف الف. ده عايزه شربات يا عم دي. عقبالي يا رب. انت فرحان يالا؟ لا ان شاء الله هيجيلك، هيجيلك اسكربيس باذن الله. اسكابيس اسمه، الراجل الدكتور بيقول لي اسمه اسكابيس، بس ده هايل قوي يالا. بص انا اللي عايزه منك انك انت تخدم رانيا، يعني تساعدها، تشوف طلباتها، تشتري لها حاجات كده اهو، وبعدين هي لو اتبسطت منك هتديك شويه من الاسكابيس اللي عندهم دول، وبعدين لو اتبسطت قوي ممكن تديك الاسكابيس كله يالا. لا والله العظيم. الله يا دولا. طب دولا انت ليه بقى يا معلم ما تخدمهاش انت؟ صراحة يعني يا رمزي أنا مش هقدر أخدمها لأن أنا خايف، ما بحبش الإسكابيز ده يعني، عارف ماليش تقل عليه. ليه يا دولة؟ هو إيه ده؟ إيه ده يعني؟ الإسكابيز ده يعني حاجة يعني عارف عاملة زي الجرب يعني، إن شاء الله يجيلك بإذن الله. اللي هو قصدك الهرش اللي هو بتقعد رانيا تهرش فيه ده؟ أيوه هو ده. وبعدين أنا مش مشكلة، أنا ممكن أخدمها، بس أنا الخوف بقى لو جالي الجرب ده يعني الإسكابيز ده ممكن أنقل العدوى بقى للتماثيل اللي عندي هناك في البازار، فتلاقي التماثيل كلها عندها إسكابيز هتقطع في بعض. لا يا عم إيه ده؟ دي تبقى مصيبة يا عم. كده هون بقى إذا عرف السبب كثر العدد. انت شغال ياد في سوق الليمونيات، كتر العدد ايه؟ المهم عرفت تعمل ايه بس يا رمزي؟ هعرف يا دولا، خلاص انا هراعي مراتك رانيا. بس دلوقتي يا دولا افرض بقى يا عم انا جالي الجرب ده اهو. لا ما تقلقش، الجرب عمره ما هيجيلك. ليه يا دولا؟ الجرب في العادي بيجي للبني ادم مرتين بس في حياته كلها، انت جالك اربع مرات قبل كده فاستحاله يجيلك تاني يعني. لا على فكره بقى جالي ست مرات بقى دول. لا يا راجل. ده اخرهم امبارح بالليل. انا الجرب من امبارح بالليل. ليه يا دولا؟ طيب هتكلى على الله بقى. ليه دولا؟ ايوه. اخيرا شرفت. انت اتاخرت، حرام عليك قوي، انت لسه فاكر انا هموت جوع. استني 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 استني، الفاكهه جبتها لك اهي وكله تمام. خدي اتفضلي 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 اتفضلي.
استني 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 استني، ما تلمسيش الخشب، ما تلمسيش الخشب، عشان ممكن لو لمست الخشب اجي انا المسه بعد كده اتعدي. اقول لك حاجه، استني خدي من الطبق كده على طول. ماشي ماشي استني 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 استني، ما تاخديش من الطبق كده على طول، لان ممكن ايديكي تلمس الطبق فممكن تعدي. كل بقك على طول، كل بقك. لا انا عايز اعرف دلوقتي انا هاكل ازاي عادل، حرام عليك. عادي يا رانيا، كلي زي القطط ببقك كده. وانت عمرك شفت قطه بتمسك العنب بتحطه كده في بقها؟ لا، ببقك وانزلي. مش عارفه مش عارفه اكل زي القطط، حرام عليك يا عادل، موته. مش عايز اكل يا عادل. خلاص خلاص خلاص، انا هاكلك انا بطريقه تانية. بصي هاكلك ايه ده، استني استني استني، ما تقلقيش ما تقلقيش، هاكلك بطريقه الحتف، واخده بالك؟ دي طريقه هايله ومضمونه، بس اهم حاجه ما تلمسيش اي حاجه بايديك. يلا المشمشايه دي هتدخل في بق مين؟ يلا المشمشايه المشمشايه، افتحي بقك افتحي بقك، يلا اوبا. ايه ده؟ طب ما تحتفلي بقى سوداني ولا موز بالمره. اجيب لك كل اللي انت عايزاه، الموز موجود والسوداني نبعت نجيبه، بس اهم حاجه ما تقربيش من هنا خالص يا رنا. عادل انا طاقيه، انا مش قادره استعمل يا جماعه، انا مش جربانه، حرام عليكم. انا زهقت من الحفظه اللي انا فيها دي. انا بصوا بقى يا جماعه، انا جمعتكم النهارده عشان نتكلم في نظام المروري اللي هيتبع ان شاء الله في الفتره اللي جايه جوه الشقه هنا. نظام مروري ايه يا ابني؟ انت فاكر نفسك في ميدان التحرير اكتر يا ماما من ميدان التحرير؟ اللي انا بعمله ده يا جماعه حرصا علينا ان احنا ما ناخدش العدوى من اسمها ايه، رانيا مراتي يعني. فعشان كده انا حريص عليكم يا جماعه، حريص عليكم. الله يخليك يا ابني، تسلمي. بصي بقى يا ماما، النظام المروري اللي احنا هنتبعه ان شاء الله، الخطوط الحمراء دي هتبقى خاصه برانيا عشان تقدر تتمشى جوه الشقه براحتها، توصل الحمام، توصل المطبخ براحتها. بالنسبه للخطوط الخضراء دي فهتبقى لينا كلنا ان شاء الله. طب والخط الاصفر ده مين اللي هيمشي عليه؟ الخط الاصفر ده بقى يا نجلاء هيبقى للطوارئ والضيوف باذن الله. انا بقى مش مقتنعه بالهبل اللي انت بتقوله ده، وهمشي في الشقه براحتي وهبرطع. تبرطعي انت بالذات بقى يا سناء، هيتعمل لك حظر تجول بعد الساعه 6 بالليل. ليه بقى ان شاء الله؟ للحفاظ على البيئه. ايه ماما؟ عادل لو ما سكتش يا ماما انا اللي هعمل له مسارات مروريه بس في وشه المره دي. بس يا عادل معقوله تقول على اختك بيئه؟ ماما انا ما بفتريش على حد يا ماما، انا عملت دراسه كامله لكل الناس اللي ساكنين هنا في الشقه، اكتشفت ان سناء محمله باتنين طن من المواد المشعه اللي تعتبر عباره عن يد اتنين كب الف اربعه زائد مغنيسي صوديوم زائد فوسفات وحاجات. عشان كده انا شايف ان هي سناء وهي محمله بهذا الكم من الحاجات الملوثه للبيئه، لو اصطدمت برانيا ممكن، شوفي بقى انت يا ماما ممكن يحصل ايه في الشقه. اه والله عندك حق، ده الشقه ممكن تولع. عشان كده انا بحاول احافظ عليكوا يا ماما. ميرسي يا بيبي، ربنا يخليك لي يا ربي، عملت لي طريق مخصوص لي اروح واجي فيه مطرح ما انا عايزه في البيت يا حياتي. اه انت اعمل لك طريق هاي واي واحنا نتخانق بقى في الزحمه والاشارات. براحتها حبيبتي، اعملي حسابك وانزلي بدري شويه. على فكره بقى دولا، ممكن يبقى في حل تاني خالص الموضوع ده اهو. بص احنا نعمل الطريق ده رايح جاي علشان بس ايه، في حاله الاختناق بس، عشان يقوموا رايحين بقى يقوموا مفقشين في بعض. بس 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 بس. الله يا عادل، الله يا حبيبي، الله. بصراحه يعني الانظمه المروريه دي سمه من سمات الدول المتحزلقه. بص بقى يا عادل، في بيج بروبلم، انا ما اقدرش امشي من الاوضه بتاعتي لحد المطبخ. من فضلك من فضلك، اي نيد ا تاكسي. لا يا حماتي، من غير تاكسي ولا حاجه، انا هعمل لك طريق خاص يطلع من اوضتك على المطبخ دايركت. يا سلام، تعمل لها هي طريق طواري وتخلي امك تلف من طريق البلكونه الدائري. ماما اعمل لك ايه بس يا ماما؟ حاولي مثلا تبعدي عن المواعيد بتاعه الشغل والمدارس بتاعه العيال، هتمشي بسهوله قوي يعني. طب بابا انا ازاي بقى يا بابا هلعب في الشقه براحتي؟ ياسمين يا حبيبتي، تقدري تلعبي في الشقه براحتك خالص على الخطوط الخضراء، بس ما تروحيش لا يمين ولا شمال، اما هتاخدي مخالفه يا ياسمين. تاخد ايه؟ تاخد مخالفه ياسمين؟ بقول لك ايه، برطعي واجري وروحي ودوسي على كل الخطوط يا ياسمين، وانا معاكي يا حبيبتي. سناء هدي السرعه شويه وبلاش رعونه، حفاظا على الارواح اللي موجوده في الشقه بعد اذنك. انا عارفه انت عامل فيلم العربي ده كله ليه، عشان مراتك توصل بسرعه واحنا نتخني في الاشارات وفي الزحمه ونتعطل. دلوقتي يا جماعه انا عايزكم كلكم تلتزموا بقواعد المرور عشان ما يحصلش اي مشاكل. رمزي لف لهم. ماشي يا دول. هنا كده كملنا بقيه اليوفط، كله هيلتزم، وانت تفضل ان هو واقف لمده اسبوع، اتفقنا؟ اتفقنا يا دولا. نزل ايدك.
وبعدين يا رمزي وبعدين هنعمل ايه؟ بقالنا اسبوع لغايه دلوقتي ورانيا مفيش اي تحسن. معلش يا دوله حبيبي، واحده واحده، كل حاجه بتيجي واحده واحده، في التأني السلامه وفي العجله الحمامه. في العجله الحمامه؟ والله انا مش عارف اعمل ايه من غير مقولاتك المقصوره دي، ده هي اللي مصبراني يا ابني، العجله الحمامه. شكرا يا دوله، شفت بقى عرفت ان انا مفيد ازاي كده؟ يلا بقى اطلب لي بقى شاي بحليب. هو شيء سادة بس. حتة يا حتة. أيوة جاي أستاذ عادل. أمورنا باشا. هات لنا يا سيدي اتنين شاي سادة. حاضر يا باشا. أستاذ عادل أنا عايز أقول لسعادتك على حاجة بقى من الآخر، يعني سعادتك كده بقالك أسبوع شكلك يعني في حاجة ضغطة على روحك المعدنية، مشكلة مصيبة. هتعمل لي فيها دكتور نفساني؟ مشكلة إيه ومصيبة إيه؟ مفيش أي حاجة خالص يا حتة، في إيه؟ أستاذ عادل من الآخر بقى أنا عارف كل حاجة لا مؤاخذة. سيحتني يا رمزي الكلب. ماشي ماشي. على فكره دوله والله العظيم انا ما قلتش غير للواد حته بس. ده انت قلت الحته، انا قلت لكل الحته. ايه يا باشا في ايه يا باشا؟ وانا ممكن اتكلم على حد ولا اقول حاجه عن حد خالص؟ الحكايه دي بقى حصلت قبل كده لواحد صاحبي اسمه زينه ومش زناتي، واخد بال سعادتك؟ ساكن في 15 حاره ام عاطف في الدور الارضي. لا انت فعلا ما بتقولش اي حاجه على اي حد، برافو عليك. يعني اهم حاجه السر يبقى في بير طبعا، بس البير واضح بايظ ولا ايه؟ ما طولش عليك بقى يا باشا، قول طول. اخلص اخلص يا حته. ايوه يا حته اخلص بقى، اخلص وروح هات لنا بقى الشاي بالحليب بتاعنا. انا قلت شاي ساده. استاذ عادل من الاخر الحل الوحيد في الموضوع بتاع سعادتك ده العلاج بالاعشاب. اعشاب؟ لا 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 لا، اعشاب بقى ودهن رجلك كتكوت والكلام ده كله، ده كل دي التخاريف يا باشا. صدقني الولد اللي انا بقول لك عليه ده، الواد عشبه ده محترم، واد خبير. خبير يعني؟ ماشي ممكن نشوفه، يعني مش هنخسر حاجه، بس انا مش مؤمن بالحاجات دي، بس يعني نجرب يعني. يا باشا سعادتك بس اديني الموبايل كده وانا اكلمه لك وشوف ايه اللي هيحصل. رمزي اديله الموبايل بتاعك عشان نمرتي ما تطلعش عنده، يعني انا مش مؤمن اصلا بالحاجات دي يعني. حاضر يا دوله، بس حول لي بقى الرصيد. اخلص رصيد ايه؟ ثواني يا باشا وهتشوف الواد ده هيعمل ايه دلوقتي. سلم لي عليه. حاضر. انت تعرفه؟ لا. اي ضبط وخلاص؟ مش عارف ما بيردش ليه الواد ده. ايه مفيش سيجمن؟ الو الو، ايوه انا عشبه، انا حته. يلا يا الو يا حته. اه في مصلحه كده. في واحد عندنا محترم قوي قوي عندنا في القهوه هنا. ربنا يخليك يا حته. يعني بص من احسن الزباين اللي عندنا في القهوه يا حته. يا اسمه الاستاذ عادل الشاعر. عادل الشاعر. مش كده يعني. مراته بقى جالها جرب، واخد بالك؟ واحنا عاوزين نعالجها. يا ابني مراته جالها جرب. جرب بس حته. هي مش مراته قوي يعني. طب هكلمك تاني انا عشبه، هكلمك تاني. اصل سمعني بس. ايه رايك يا باشا؟ مش عارف يعني، احنا نجرب عشبه ده بقى وخلاص يعني. يا باشا يا باشا ده متخصص صدقني، والحاجات دي زي ما قلت لسعادتك اسرار ومحدش يعرفها. هقول لك على حاجه، عارف الولد كوته؟ الواد ده كان جاله قرع انجليزي في دماغه، واخد بالك؟ وعشبه تدخل في الموضوع ده. الواد ده اتفرج عليه دلوقتي، بسم الله ما شاء الله، شعره ده ضفاير ضفاير. الله، عقبال رانيا مراتك يا رب ما تخف من الجرب اللي هي عندها دي يا دولة. امين امين يا رب العالمين. انا مبسوط منكم انتوا الاثنين صراحه، يعني بتحافظوا على الاسرار جامد ما شاء الله يعني. اسرار يا باشا ما حدش عارف عنها حاجه خالص. طيب اتكل على الله بقى، وابقى اطلب لنا عشبه ده واديله ميعاد ويجي لي البيت ان شاء الله. شكله هو دولة حبيبي. عايز ايه؟ ايه دولة اهو شقة الأستاذ عادل اللي مراته عندها لا مؤاخذة جرب. طب ما وظيفة الطير رمزي معاك اهو. لا ما انا لفيت على كل الشقق اللي جنبنا وسألتهم كلهم نفس السؤال. بيتك فضحتني، لففته على الشقق كلها يا غبي. ايه دولة بقى، ما انا قلت اسيبه يغلط علشان لما يجي بعد كده يتعلم. يتعلم ايه ويتهبب ايه؟ اتفضل يا سيدي اتفضل. عشوب عشبه العشاب. واضح من كميه العشب اللي على الهدوم يعني انك عشبه طبعا. على فكره يا دول انا الراجل ده سالت عليه كويس قوي ولقيته بقى فعلا بيعالج كل الامراض المستعصمه. بص حضرتك، هي مش مستعصمه يعني، هي شويه جرب بسيط نتيجه انها لعبت مع القطه اللي على السلم، والقطه دي اصلا جربانه يعني. كويس ان انتوا قلتوا لي ان السبب قطه، يبقى العلاج ايه؟ دهن القطقوط مع عصاره نبات اللحط مع جزء من غصون التيتالون، وبنعمل ايه بقى؟ نحصر المرض في جتتها ونشفطه على طول. تشفط ايه من جتتها وانت بتطلع عفريت يا عم؟ شوف مين يالا. حاضر يا دول. هي المساله ابسط من كده. مين يالا يا رمزي؟ انا ميدو دلكها، اخصائي التدليك والمساج ومساعد عشبه. ايه يا كابتن؟ ايه اللي اخرك ده كله؟
يا عم اخر ايه؟ مش اشكال تاخير، وايه اللي انت جاي بيه ده؟ ايه يا عم انت داخل ملعب؟ من فضلك فين الشغل؟ صوابعي بتاكلني، الجولدن فينجر. جولدن فينجر بتاكلك صوابعك يعني احنا ممكن نيجي الصبح لا صوابعك كلتك ما بقتش موجود يعني ولا ايه؟ يا استاذ عادل، الكابتن لمؤاخذه دلكها عايز يشوف شغله، علشان لما انا ادهن الخلطه السحريه بتاعتي على جسمها قوم هو يدلكها جسمها يزفلط تبقى تمام. ايوه ما هي دي شغلتي، ميدو دلكها المدلكاتي. تدلك ايه يا؟ ادلكها. تدلك ولا 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 لا بقول لك ايه، ده انا اهل صعيده، ده انا اذبحك وهلا انت وهو. ايه ده ايه اللي انت بتقوله ده يا دول؟ بقول اذبحه هو وهو. لا يا دول انا مش قصدي دي، يعني ايه اهل صعيده دي؟ ايوه لا اهل صعيده، انت ما بتعرفش اول مره تعرف ولا ايه؟ لا انا اقول طب وانا دول؟ انت لا اهلك صعيده ولا حاجه. طب ما قلتليش ليه يا دول؟ انت دايما بتخبي عليا كده دوله. يلا انا اهل صعيده، انت بقى اهلك مش معروفين لا صعيده ولا بحير. بص يا ابني انت نبت شيطاني طلعت لوحدك كده. انا نبت. نبت واطلع بره وخد دول بره معاك، اطلع بره. يلا دلكها، يلا عشبتها، يلا خبيتها، يلا بره. نركز على العلاج بقى يا حبيبتي. الف 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 الحمد لله على السلامه. ميرسي يا مامتي يا حبيبتي، ربنا يخليكي ليا. احسن ما في الموضوع ان اللحظات العصيبه اللي مريت بيها عرفتني العدو من الحبيب يا ماما. تقصدي يا رانيا؟ يا بنتي ما تقصديش يا سناء. افتكري الماضي مش بعيد، لما كنت هتاكلي ضفرك بالبيكي. اخرسي انت كمان جربانانه بس في دماغاتك. اخرسي انت ولما بنتك عنها. شات اب يو. وبعدين احنا بنحتفل بيه كده. يا بابا احنا مش هناكل التورته؟ هناكلها يا حبيبتي. طب بابا هي لونها عامل كده ليه؟ اصل متهيألي التورته دي غربانه. لا. ايه ده؟ ايه يا عادل؟ في ايه مالك؟ عايز اهرش لي في الحته دي كده يا رمزي. ايوه كده. لا يا استاذ عادل، كل الامور هتبقى تمام ان شاء الله، بس انت حاول تديني واحد شهيق. حضرتك عندي واحد زفير ينفع؟ قول لي بقى ايه اللي تعبك دلوقتي؟ حضرتك بقالي 5 ايام مش عارف انام. دي حاله ارق غير عاديه. طب ما حاولتش تنام بالعافيه؟ حاولت حضرتك، لدرجه ان انا خدت معايا مرتبه ومخده وديتهم البازار عشان انام عليهم زفت، رمزي خدهم مني. دكتور، هو انا كنت قريت في بعض الكتب العلميه والموسوعات السريه ان قله النوم دي معناها ان الشخص ده شديد الذكاء. قله النوم شديد الذكاء؟ عشان كده انت دايما نايمه على روحي. انا اول مره اسمع الكلام ده. دي عين وصابتك يا ابني والله. طب يا دكتور، يعني حضرتك شفت حالات متشابهه كده في الفنجله اللي فنجلها كده عادل؟ شفت بصراحه، بس ما كانتش 5 ايام. طب حضرتك ايه الحال دلوقتي؟ انا نفسي انام حضرتك، يعني انا بقيت عامل زي حسن الاسمر، يعني بحلم وانا صاحي. هو طبيا ما فيش غير حل واحد. الحقني بيه، ابوس ايدك. الحقنه دي بتتعمل للفيل لما يحبوا ينيموه، ونادرا لما بيحتاجها. حضرتك الفيل يعني؟ طب مش مقلقه ان انا ممكن لما اصحى يعني الاقي نفسي بزلومه ولا حاجه؟ خلصني، هتاخد الابره ولا امشي؟ حضرتك ما دام ما فيش حل غيرها بقى اخدها وامر لله. طيب قول لي، نفسك في حاجه قبل ما تنام؟ وحضرتك هتعدمني ولا ايه؟ خلصني، هات ايدك بقى. حاضر. طب نفسي اقول حاجه بس، ما تبقوش حاسبوا الدكتور الا لما اصحى. انت بتقول ايه؟ سوري بقى يا دكتور، دي كانت وصيه عادل قبل ما ينام، مفيش فلوس. يا جماعه دلوقتي انا جمعاكو علشان عادل مصر ان باباه سعيد يجي يبات عندنا هنا، وانا كلمت الراجل وهو جاي دلوقتي. طب ايه المشكله في كده يعني؟ المشكله راجل هينام فين؟ شايفه البيت دي حماتي فسحه يعني؟ ما يترزع هنا في الصاله وينام وخلاص. ماما. ايه بابا يترزع؟ ما تقوليش كده، ما تشمتيش فينا الاعادي. يتزرق فعلا فعلا سوفاج، كان لازم يديكي بالجزمه ويطلقك بتلاته، يتزرق حرام. شوف يا ست انتي خلاص. يترزع هنا في الصاله؟ طب ولاقي حل كويس. حرام يتزرع هنا لوحده في البرد دوت. لا اصل هو حنين خالص وسمباتيك ورقه. يا حنينه، خايفه عليه من البرد؟ فور شور. بقولك سمباتيك ورقه وحنين يا نينو. ده لازم بابا. رايحة فين؟ رايحة مشوار لحد الباب، تحبي تيجي معايا؟ مشوار؟ طب يا حبيبتي ما تتأخريش. لا مسافة الطرقاطس. شكلي حلو. بابا بو. بابا
سلام قولا من رب الرحيم. ايه يا عادل ماله؟ ابن حبيبي ده في عز شبابه لسه. ماله حبيبي ماله؟ ايه يا راجل انت ما تهدى، انت داخل عزا؟ اتصلت بيا وقالت لي الحق ابنك ماله، في ايه؟ بيقولوا في دغبوبه. تعالى بس تعالى. في دغبوبه؟ مفيش دغبوبه خالص، بس خد نفسك كده واهدى وانا هفهمك كل حاجه. تعالى 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 اقعد هنا خليها تفهمك، اصلها دكتوره. بص الموضوع اسبه بسيط خالص، هو صراحة ان عادل اخد حقنة علشان ينام 3 ايام علشان يفصل من انت عارف طبعا لازم كان يفصل، وحينام 3 ايام، وهو قبل كده ما كانش بينام، قعد 5 ايام ما بينامش. انت فهمت دلوقتي؟ 5 ايام ما ينامش؟ هو ايه اللي سهره قدام التلفزيون 5 ايام؟ عادل عنده ارق يا بابا، ارق، والارق ده بيجي للفيل. فيل ايه؟ طب وايه اللي وداك انت الحيوانات بالليل؟ انتوا مهما تكلموه مش هيفهم لغايه ابني عادل ما يصحى، انا عارفاه كويس. لا لا انت غلطانه خالص، الكاميرا ده بيفهم كل حاجه، مش كده؟ وبعدين هو من حقه انه يفهم، فانا اللي هفهمه. ها؟ او النبي لو سمحت فهميني، انت بتفهمي كويس قوي. ميرسي ميرسي أسد، ده بس من ذوقك. يا مامي لم الدور شويه، لمي. اهلا يا عمو، حضرتك شرفتنا ونورتنا. بما ان دي كانت وصيه عادل قبل ما يروح في النوم الطويل والغيبوبه اللي هو فيها، نحيتك تيجي عندنا وتاخد بالك مننا ومن البيت ومن البازار. هو وجود رمزي في البازار دي مشكله لوحدها. لا 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 ما تخافوش، المشكله دي هتتحل تماما. انا متاكده انك انت هتحل كل حاجه وهتاخد بالك من البازار وهتاخد بالك مني، كم قصدي مننا. مش ميرسي ميرسي على ذوقك ولطفك اللي انت فيه. الله لا تعرف تسد مكان ابنك. انت ايه رايك في اللي بتقوله؟ دونت باذر، ولا عايزين انك سمعت اي حاجه. احنا هنخلص امتى من نظره فموعد فلقاء؟ اذا كان شايف واحده في الشتاء عايمه. لو سمحتي يا طنط ما تتكلميش على مامي كده. بيبي بيبي دونت باذر، ده مش من مستوانا احنا، هما دول مش من مستوانا عشان نرد عليهم، دول جربوعات جربوعات. بس اسكتي يا ست انتي، لم نفسك، في حاجه اسمها عيب. ايوه عيب، فسحي كده من جنب ابويا. يا ماما انا خفت خالص. يا مامي لم الدور، ابوس ايديك يا عمي، حضرتك شرفتنا. يا ترى حضرتك ناوي تنام فين في الفسحه اللي احنا فيها دي؟ لا 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 ما تقلقيش، انا رتبتها خلاص. ازاي؟ انا اقول لكم ازاي. رانيا تنام مع امها وانا هنام مع ابني جوه لغايه لما يفوق من التعسيله دي. برافو عليك، انت كده بتفكر صح خالص. تصدق بقى ان كان في ناس واحده جربوعه بتقول انك انت تنام تتزرع هنا في البرد ده لوحدك؟ وهي يعني لما ينام في الصاله مش راجل؟ طب ويرضيك انت يا جميل ابو عنين، جميل انت وشعر اصفر، انما ينام في الصاله ويجيني برد؟ سلامتك ألف بعد الشر منك على الكحة وعلى الحاجات اللي بتيجي وحشة في الشريانينين وصدرك، وتهبري قوي بعد الشر. بعد الشر عليك كاميلا. بابا صدره زيق من كلامك وجاب بلغم. على فكرة بقى مامي إنسانة رقيقة وعشان كده خايفة على عمه مش أكتر ولا أقل. لا وحياة أمك، مالكوش دعوة بالراجل، الراجل صحته كويسة وزي البوم. متشكر قوي، ربنا يخليك ليا يا أم عادل. ميرسي يا ابو عادل. سيد سعوده، تحب اعملك في طرب ايدياتي دول؟ ايه الانسانيه اللي هبت عليكي فجاه دي؟ ده احنا بنتحايل عليكي تغسلي وشك. ايه ده؟ انا هعمل الفطار، انا عارفه هو بيحب ايه. نو دارلينج، انت خلاص بقيتي اولد فاشن، خلاص هو بيحب التجديد، انت قديمه خلاص. انا اللي هعمله الفطار. يا بنتي انت عمرك دخلت المطبخ؟ ايوه انا هعرفي حاجه عشان واخش يا شيخ. اسكتي انت عارفه حاجه ولا محتاجه ايه؟ بس انت وهي، انا مش فاطر، انا هروح انا اطمن على ابني وبعد كده اروح البازار. انت مش هتقعد معانا شويه ولا مش ايه؟ فاطر ولا قاعد ولا واكل. يا ساتر يا رب. بابا ليك حق يا ابني، ليك حق والله، انك انت يجيلك مرض الزهايمر ولا بتاع اللي انت جالك ده، دي عيله مجانين. عاجبك كده بقى؟ انت اللي طفشتيني. يا ماما مالك في ايه؟ ايه مالي في ايه؟ في ايه يعني في ايه؟ اه على بنتك، ده انا حبيبتك يا ماما، فضفضي وقولي فضفضي. شفت الوليه القرشانه كانت بتعمل ايه مع ابوكي؟ بتدلعه. غريبه قوي، وانت ايه اللي مزعلك؟ انا لا زعلانه ولا حاجه ولا متضايقه ولا حاجه ولا في حاجه ضربه في نافوخي، بس انا بقول ان ده عيب، عيب قوي يعني. بصراحه بقى يا ماما ما تزعليش مني، انت تستاهلي كل اللي يجرالك. عيب يا بنت؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ اللي اسمها مجيده دي يا ماما بتضحك على بابا بالكلام المعسول، الكلام الناعم، غير ان بابا اساسا مش مستحمل، بابا راجل مزواج وعينيه زايغه. يعني عايزاني اعمل ايه؟
اغني تحت رجليه؟ لا يا ماما ما تغنيش، بس صنفري كلامك وطالع من بقك، فلطري. انت بتديله الكلمة من هنا يتفتح عليها محضر من هنا. يا حبيبتي انا طول عمري كده عايشه بطبيعتي. ما عشان كده ساب طبيعتك وراح لطبيعه صاحبتي. انا غلطانه اللي كلمتك يا ماما. يا ماما انا بتكلم معاكي لمصلحتك، مش عايزه مجيده تكسب منك الجوله. انا هقول لك تعملي ايه. والنبي ينوبك فيا ثواب، قولي لي يا حبيبتي. نمره واحد، تظبطي كلامك الدبش اللي طالع من بقك ده يا ماما. ايه اتكلم انجليزي يعني؟ هو انت بتعرفي تتكلمي عربي يا ماما؟ اتكلمي برقه، عصفوره بتغرد، بقك ما تفتحش اكتر من كده. بصي ايه خاتم سليمان سو سو سو، وخصوصا مع واحد زي بابا اساسا عينيه زايغه شويتين شويتين ثلاثه، ده راجل العبان. ثانيا حاولي تنفذي كلامه بالحرف الواحد. كل اللي يقول عليه تقولي حاضر ونعم. ثالثا فكريه يا ماما بأحلى أيام حياتكم. ليلة العيد لما أكل ذكر البط لوحده. يعني ما نبكيش من ذكر غير ريشه؟ يا سلام، كانت أيام. ياه يا ماما، يا ماما بقولك ذكريات حلوة تقولي ذكر البط. حرام عليكي يا ماما، حرام. عايزاني أعمل إيه يعني؟ يا ماما اهتمي بكلامك. خاتم سليمان إيه؟ اهتمي بلبسك بشكلك، فلتري فلتري طريقة حوارك معاه كده، هتكسبي الجولة من مجيدة. كده انا فهمت وعرفت انا هعمل ايه، يا انا يا مجيدة. يا خوفي يا عادل تصحى من النوم يا حبيبي تلاقي ابوك متجوز حماتك. بتقولي حاجة؟ لا يا ماما افكر في الموضوع ده كالبط ده. مامي بصراحة كنت مزودها النهاردة مع بابا عادل. يا دي دانتي ليه هتعملي بيئة زي البيئية اللي اسمها انعام دي؟ دي كانت هتاكلك النهاردة يا مامي وانت بتتكلمي معاه، دي متخلفة. لا هي مش متخلفة، هي كل الموضوع انها كانت مراته الست بصراحة. اديكي قلتيها كانت مراته، يعني فعل ماضي خلاص. يعني ايه فعل ماضي؟ يعني قصدك ايه يا مامي؟ يعني مش لازم تتضايقي لما اتكلم مع سعيد بالطريقة دي وكلام عادي خالص. ايوه انت كده صح يا مامي. صدقوا بقى ان انا اصلا خساره ان انا اقعد اتكلم معاكم في الحوار الرخم ده، انا اروح احسن اطمن على عادل. يوه بقول لك ايه بقى، ايه رايك في الماما بتاعتك؟ مش عرفت بجد ان انا افرس واغيظ اللي اسمها انعام وامها؟ بصراحه يا مامي انت كنتي هايله. لا ولسه كمان، انا بصي لازم افطر وراهم علشان احسسهم بالفرق الكبير قوي اللي ما بيننا وما بعد. حفرسهم حفرسهم حفرسهم. بس يا مامي كده الموضوع ممكن يقلب بجد. ايه دي نويه اللي بجد ازاي بقى؟ انا ماما بتاعتك انت ممكن تبص للقهطه اللي صايل اسمه سعيده نجاميه يا حبيبتي. انا بس زي ما بقول لك انهم لازم يعرفوا ان في فرق هاي كلاس ما بيني وما بينهم. ايوه يعني انا برضو مش فاهمه ناويه تعملي ايه ان شاء الله. يعني ناويه كده شويه دلع على شويه مياصه على شويه رومانسيه لحد ما افرس انعام دي واضمن انها تموت نفسها وتنتحر. يا سلام على دماغك يا مامي. يا سلام على دماغك يا مامي، ده انا هتطلق كده. لا لا ولسه بقى لما اقنع بقى الاحتضين ده اللي اسمه سعيد ان هو اعظم راجل في الدنيا ويعيش الحياه بتاعه روميو. يا خوفي يا مجيده لا تقلبي في اخر الروايه وتبقي جوليات. نو جامي. ايه ده انت ما تعرفيش الماما بتاعتك ولا ايه؟ جامي يا حبيبتي انا عارفه كويس قوي انا بعمل ايه. بص يا مامي انت الخطه بتاعتك ممتازه بس محتاجه شويه دقه في التنفيذ. انت عارفه الماما بتاعتك دقيقه قد ايه؟ عايز اعرف بس ايه لازمته كل ده؟ لازم اعرف واكد على انعام وسناء ان هناك فرق. زي ما بقول لك كده يا رمزي، وسبت مجيده وانعام ماسكين في خناق بعض وهيقطعوا بعض وجيت على هنا على طول. الله عليك يا عمي الله عليك، انا مش عارف بس دولا ليه ما طلعش زي حضرتك كده. دوت خايب خايب، لو كان سمع كلامي ما كانش نام النوم اللي هو نايمها دي. يا انا كان نفسي دولا ما يطلعش خايب وطيب كده ويطلع زي حضرتك كده مدردح وصايع قد الدنيا وتافه وقليل الادب وحمار، مش كده؟ ليه بس يا عمي كده؟ لا قال لي قولي يا عم، هو الدكتور قال لحضرتك دول هيصحى سنة كام؟ صدق لا إله إلا الله. عادل ابني عنده حق إنه يجيله ده الفيل اللي جاله ده. ليه يا عم؟ عشان بيتعامل مع حمار مخطط زيك. ليه بس يا عم الغلط ده؟ وانا الله على فكرة بقى مش أنا السبب، ده الستات اللي في البيت هم السبب. دول ما بقاش عارف يرضي مين ولا مين. ستات ستات مين؟ لا ده أنا سعيد سعيد الشديد، هعرف ألعب الستات دول على الشناكل واخد طربني بايدي. طربنك؟ عمي هو دول اتقتل؟ لا
ما اتقتلش، بس ان شاء الله لما يفوق هخليه يقتلك انت. انت بسيب رقبتي، عايز افهم يا عمي. من رقبتك ومال الفهم؟ مش راسي على رقبتي. انا هفهمك يا رمزي. قول يا سعد. الستات دول جنس ملعون، ما هماش لطيف وبتاع زي ما هم قايلين. لا، الستات دول مش عايزين الراجل الصريح زي ابني معاهم، عايزين اللي يلاوعهم ويلعبهم على الشناكل. الله 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 عليك يا عمي، الله عليك يا ابني. والله ايه يا ابني، هو انا بغني لك موال شعبي؟ شعبي مين يا عمي؟ ده انت بتقول درر. درر ايه ده؟ انا ما شفتش غباء زي غبائك ده. ده انت غبي طحن. اسمع علي، مش ملاحظ ان انا من ساعه ما جيت مفيش زبون واحد دخل البازار؟ انا ملاحظ يا عمي يعني، وباين على حضرتك كده وان قدمك خير علينا. اسمع، كل التماثيل الستاتي والحاجات المدعلطه ده عايزك تحطهم لي بره البازار، عايز الناس يعرفوا ان ده بازار مش مغاره علي بابا. الله عليك يا عم. ايه يلا، الله عليك الله عليك. والله العظيم انا قلت حضرتك بتقول درر وبتقول احكام، وهنخلي البازار ده متحف ان شاء الله. وانت لسه شفت حاجه؟ ان شاء الله البازار ده هخليه يشغي ستات كده، ستات 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 ستات. عمي يعني دولا لما يصحى من النوم هيلاقي البازار ده اتقلب كباريه؟ تعال عايزك. نعم يا عمي. فيك من يكتم السر؟ في بير يا عمي. هات ودنك. اتفضل. نفسي افهم انا ايه سبب الهمه والنشاط والشعلله في البيت النهارده. بنجهز العشاء لعمك سعيد زي ما انه جاي. اما بقى انا عامله له حته دين شوربه كوارع هتستاهل بقه انا اللي قد كده. يا خوفي لا يجيله تسمم نتيجة الكوارع. ها يا حبيبي، عاملة لك طبق مسقعة تاكل صوابعك وراه. ايه مسقعة؟ شوفوا حد يتعشى مسقعة، انت عايزة تجيبي له حسبة ولا ايه؟ حسبة ايه يا بابا، دي عاملة مسقعة ومش عاملاها حمرا كمان. تاكي ده مسقعة. اصلا انا خدت المفاتيح من جيب عادل الصبح النهارده لما نزلت. انت قلبت ابنك وهو نايم. ماما قصدها يا بابا يعني البيت بيتك، واهلا وسهلا، والدم عمره ما يبقى ميه. على فكره بقى البيت كان مظلم قوي 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 من غيرك، من فضلك ما تسيبش البيت وتمشي بعد كده عشان البيت وحشنا. ربنا يخليكي ليا يا جميل. ايه مظلم دي؟ ما البيت منور اهو. قصدك ان بابا نجا فدخلت علينا؟ يا جماعه حرام عليكم، مش هنشتاق يا عمو. إيه احنا مش هنتعشى ولا ايه؟ طبعا ده انا هموت من الجوع. اما بقى انا عامله لك حته دين طبق كوارع يستاهل بقك الزقنن ده. ميرسي. يا سلام. كوارع، الكوارع دي احسن حاجه تفيد الرئتين. انا بقى عامله لك طبق مسقعه، يا سلام، عاملاه بايديا اللي انت بتموت فيه. يا خوفي يا صاحبي لا يموت منها. متشكر قوي يا ام عادل، لسه فاكره الحاجات اللي انا بحبها. لو كنت يوم انساك افتكر تاني. عايز اكل عايز اكل. الله عليك يا ماما، الله كمان يا ستي كمان. هو احنا لسه هنغني؟ عايزين ناكل بقى. انا مش فاهمه ايه جو رومانسيه زي ما يكون ماسوره وضربت في البيت النهارده. الرومانسيه دي اسالي عليها امك. اقعدي كده وانت ساكته. ايه ده وانت مالك انت؟ انت هتوجه لي الكلام؟ ماما اديني يا ماما. بس عادي يا بنتي. لا 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 تعالي يا بنتي تعالي. اوعي بقى. بس 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 يا ساتر عليكم، ده انتوا مقرفين. اوعي اوعي بروح اعمل فنجان قهوه. اوعي يا ساتر عليكم. بابا شفتي طفشتيه تاني ازاي؟ تاني وانا عملت حاجه؟ وانا عملت حاجه؟ انا خيبه. بس اسكتي بس جرب. كده يا بقبوق، طب مش كنت تقولي كنت انا عملت لك القهوه بايدياتي دول؟ تسلم ايديك يا جميل. لا اصل انا بحبها بوش. طب انا كنت هعملها لك بوشين. بوشين دي تبقى كدابه بقى. مش هقول، انت دمك خفيف خالص. ده انت اللي زي العسل المصفي والله. طب يرضيك يرضيك يا ابو عادل اللي قالته انها، وانا عماله اتعشى وباكل. لا 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 ما تزعليش منها، ما تزعليش منها، دي واحده ست دغله فعلا. بس بقى من فضلك ما تقوليش الكلام الحلو ده، اصل انا لما بسمع كلام حلو بيغمى عليا وبنسى اسمي.
انت بيغمى عليكي، انا احسن ما يجيلي صداع منها ومن رغيها دو 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 على طول. انت معاك حق، انا مش قادره افهم صراحه انت عشت مع الست دي ازايتك، كان لازم تطلقها من زمان قوي قوي قوي. ايوه عشان كده انا طلقتها، طلقتها عشان ما يجيليش شلل رعاش. فعلا انت كويس قوي اني خلصت منها، دي ست شريره خالص. انت عايز واحده تكون حنينه، ايوه، وتدلعك، ايوه، وتنيمك بدري، وتاخد بالها من صحتك طبعا. يعني الحاج متولي احسن منك، ما هو اتجوز اربعات. اربعات ده كده على طول في الوش كده جايبها لي. وش ايه؟ قصدك وش القهوه؟ يا خبر ابيض. وطي صوتك، وطي صوتك، انعام بتيجي على الريحه. يا مامي فعلا دي وحشه وشريره خالص خالص خالص. بس ايه بقى، ايه رايك بقى في التعامل انا لو ساده بذمتك؟ بذمتك مش تجنن، انا شاريه من اكبر مول في مصر. جميل جميل قوي 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 قوي. بس عارفه يا بت، ده لو بلدي يبقى ميت فل. بيت بلدي؟ هقوله اكبر مول يقولي بيته وبلدي؟ يا مامي لا، عره عره عره. بابا من امتى وانت بتقفي في المطبخ يا ست هانم؟ من ساعه ما بقبوق قال لي ان انا هو هيعلمني ازاي اعمل وش القهوه. وش وش ايه يا موش؟ يلا غوري من وشي. ايه يا سناء في ايه؟ بابا عايزاك انا وماما في موضوع كده يعني بعيد عن السامعين. طب بقبوقتي انا هضطر ان انا اسيبك دلوقتي، اوكي؟ مع الف سلام. ما تنسيش البلدي. جامي بلدي؟ ايه ده، انت عايز سمنه ولا ايه؟ انت مالك انت ومال الحاجات دي؟ حاجه بيني وبينها. بقول لك ايه، تعالى قدامي، ماما عايزاك في موضوع مهم. ماما ام عيالك اللي شافت الايام السودة. اخد اسبرينتين بس واجيلك. ما حضرتك حقنه بنك. اتفضل يا ابو عادل، كل سنه وانت طيب. وانت بالصحه والسلامه يا ام عادل. بس انا عيد ميلادي لسه بدري عليه، فاضل له شهرين. ما حدش ضمن عمره يا اخويا. ماما فلتر، انت هتفولي على بابا ولا ايه؟ لا يا حبيبتي، ربنا يديله الصحه وطول العمر. شفت يا بابا، ماما بتدعي لك من قلبها عشان لسه بتحبك، مش مجيده القرشانه اللي قاعده في المطبخ عماله لوك 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 معاك، بتعمل لك قهوه فيها سم القاتل. لا 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 لا، قهوه ايه وسم؟ والله العظيم ما شربتها، وحياتك انت ما في احلى منك. يا ابو عادل فكرتني بالزمن الذي مضى. عارفه يعني انا الطقم اللي عليك ده احلى من اي كلام. اما كنت واقف مع القرشانه اللي في فلتر. القرشانه اللي في المطبخ بتعمل ايه يا بابا؟ قصدك على مجيده؟ اعمل ايه، دي واحده ثقيله، تصدقي بالله ثقيله قوي، كل ما اروح في حته الاقيها لازقالي، وانت عارفاني انا اساسا ما بحبش احرج حد. لا يا حبيبي، احرجها واضربها بالجزمه ولا يهمك. فلتر. انت عارفه يا حبيبي نقطه ضعفي قلبي، قلبي الحنين ده. كك وجع في قلبك لو كلمتها تاني. فلتر. وسلامة قلبك لما تكلمني. ده احنا هنقضي الليل كله كلام في كلام، انا ملياش غير في الكلام وبس. تسمحي لي افتح الهدية؟ اتفضل. شرسي يا حبيبتي ديلي. فاضية ولا ايه؟ كل دي على ده. الله الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. انت دخلتولي جوه الحلم ازاي؟ ازيكم؟ ايه ده، انا كنت نايم، ده انا حاسس ان انا نمت خمس ساعات. يا بيبي يا بيبي، ده انت رحت في معاميك 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 النوم، ده انت نمت اربع ايام بحلم. اربع ايام. استغناك يا عادل، وحشتيني يا عادل. ايه انت مين؟ انا بابا. يا بابا انت ايه عملت ايه في غياب يا بابا؟ لا اطمن، انا سيطرت على الموقف. عارف لولا سيطرت على الموقف ده كان زماني راقد جنبك هنا. يا عارف يا عادل، وحشتني خالص. السلامه. والله طب ما دام انت بقى قدرت تسيطر على الموقف وانا مش عارف، هاتيني كده الموبايل لو سمحتي. اختي يا بابا فاي جميله خالص. بابا نمت نمت يعني؟ ايه بقى؟ والله بقول له بابا بتاعه جميل. الو يا دكتور. لا لا الحمد لله صحيت. يا ريت بقى حضرتك تيجي تاخد تمن الحقنه، ويا ريت حضرتك تجيب لي معاك تلات حقن كمان، اربعه خمسه سته. ليه حقن؟ ليه؟ محتاجه انام تاني، مستنيك. Thank you.
تشبه للركب. طب وانت مالك مبسوطه قوي كده ليه يا سناء؟ يعني انت بنتش عارفاها يا رانيا دي بنت دي اصلها ست شريره وبتحب الشر، ولو ما شافتش خناقه في اليوم مليون الف مره يجي لها حاله كومبلونشيه في دماغتها. معلش صباعك ده انا هقطعهولك. ماما في واحد نازلين في ضرب 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 وقطعوا له كل هدومه تحت في الشارع. فين ده؟ فين ده؟ قول لنا بسرعه بسرعه، هاتي الكاميرا بتاعت الفيديو يا نجله. بس ايه سجلي على الفيلم بتاع حفله طلاقك يا مجيده. شرف يا ستوبيد. انا على اليوم يا شخبط شخبيط لخبط لخبط الالوان وشخبط وجابوا النقاش وصنفره ومعجون وفي حاجه تاكل. هو انت كنت تحت يا جده؟ او كنت تحت وكان قاعد على الناصيه وكان في عيال شباب صحابي وكنت انا واقف معاهم يعني. طب يعني هو انت شفت الخناقه اللي تحت؟ اه كان في خناقه وشويه عيال كرديات وكانوا بيضربوا بعض. ايوه ليه يعني ايه اللي حصل؟ واحده ما لهاش لازمه وشافوها وعكس وقالت يلا. بقولك ايه؟ اي جده مين فردي دي؟ رانيا يا جدو. رانيا. رانيا مين؟ رانيا؟ يا رانيا. ايه يا جدو؟ تعالى اقول لك على حاجه يا جدو، انا هقول لك على سر مهم جدا. انا رانيا مرات عادل. عادل الهفا، الواد عادل الهفا. ايوه. طب في حاجه تتاكل؟ لا. طب هدخل الحمام بقى عشان يلا. وامبارح كان عمري 20، كان عمري 20 20. امبارح امبارح كان عمري افتي افتي يعني مفيش لا خناقه ولا اي حاجه خالص. الظاهر ان هما فضوها. سلامتك يا دوله. كويس كويس. ايدي ايدي ايدي. كويس كويس كويس. ايه عادل مالك يا حبيبي مالك؟ يا مرات عمي هو بس كان في ناس بيتخانقوا معاه وانا قلت له اجري يا دوله انفد بجلدك. يا سلام، انت قلت لي انفد بجلدك ولا قلت لي الحق جدك؟ وبعدين انا كنت اعمل ايه؟ انا كنت اعمل ايه؟ وانت سبتني وجريت. دوله ما انا مش انت قلت له اقف في ظهرك يا دوله؟ وانا جيت اقف في ظهرك يا عم لقيت واحد راكب على ظهرك، طب انا اعمل ايه؟ نزله من على ظهري واركب. مش انت اللي قاعد، انت اللي حاجز يا ياض. وبعدين انت جريت يا ياض يا رمزي، جريت وسبتني. ماشي يا رمزي ماشي. يا جماعه يا جماعه انا مش حاسس بصدري خالص، وانا بتنفس وانا مش بتنفس. عادل هو انت كنت بتعاكس واحده تحت في الشارع؟ معقوله يعني اعاكس واحده في الشارع؟ ما انت هتشوفيني يا رانيا. يعني المبدا موجود يا عادل، يعني انت ممكن تعاكس. انا بنزف يا جدعان داخليا بنزف. حد يجيب له كيس دم من الثلاجه بسرعه. يا ابني ايه اللي حصل لك؟ حد يبلغ البوليس يا جماعه. لا ما حدش يبلغ البوليس، لان انتوا لو بلغتوا البوليس احنا اللي هيتقبض علينا. يعني عكست يا عادل؟ ما عكستش ولا حاجه، ما عكستش. لا معقوله يعني ده جدي هو اللي عاكس؟ اللي هي الحاجه ام ربيع قاعده على الفرشه بتاعتها ولسه يا دوبك جايه تقعد، راح شد الشلته من تحتيها، راحت الوليه اتشقلبت يا عيني، وقعد يغني لها اتدحرج واجري يا ربان وتعالى على حاجه يلا. وانت يا ابني ايه اللي خليك تحشر نفسك في الموضوع ده؟ كنت سبت بابي هو اللي يسد معاهم. بابي ما سدش يا ماما، يا ماما ما سدش. لولا ان انا اتدخلت كان زمانهم دلوقتي فرشينه مكان الفرشه اللي قاعدين بيبيعوا فيها. دولا طب هما كانوا هيدوا له كام بقى في الشغلانه بتاعت الفرشه دي؟ كانوا هيدوا له بقى قفايين على قلمين على شلوتين، كانوا هيروقوه يعني. يا دولا فعلا ما حدش بينام من غير قفا يا عم. تيجي على الشيك كده رمزي؟ لا يا دولا لا يا عم، انا قفايا عنده تسلخات من عشوه ليله امبارح. تعشي مين وانت فيك نفس تحرك دراع؟ ده انا من رايي نستغل الحاله اللي انت فيها دي واخلص القديم والجديد يا عادل. يا جماعة أنا شايفة إن الحالة عمالة تزداد سوءا. أيوة والنبي صح والله. وجدك عمال على بطال ماشي عمال يعاكس في الستات ويغزلهم غزل غير عفيف. لا من فضلك من فضلك لو سمحتي. لا بابي راجل مؤدب ومتربي كويس أوي 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 أوي. بقى مات إن هو متربي أوي 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 يا ماما، هيوقفوه في أول طابور المدرسة ويخلوه يأدي تحية الشرطة المدرسية. أنا ما بهزرش يا سناء لو سمحتي، أكيد في الحكاية فيها سوء تفاهم، وإن ست أم ربيع دي هي اللي عكسته. على ايه يا حسرة؟ على السلة عتب بتاعته والعكاز اللي بيعكز عليه؟ من فضلك بابي بريء بريء يا مامي. انت مجنونة يا بريء. يا نجلاء في ايه؟ جده بيقول لي تعالي نخرج من ورا اخوكي ماجد وانا مش هقول له. لو ماجد عرف يا جماعه تبقى مشكله كبيره قوي. ماجد مين؟ ماجد اخوها دول اللي هو عايز يمشي معاها من وراكم، وتلاقي اصلا ماجد ده ماشي مع واحده من ورا اهلها. بصي
داين تدان. انا قلت لكم المشكله اصبحت خطيره جدا، جده اصبح قنبله رجوليه موقوته ممكن تنفجر في اي امراه وفي اي لحظه. ما هي دي بقى المشكله، لان جدي لما بينفجر في اي واحده تحت في الشارع انا اللي بتعرض للضرب، يعني هعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ما انا بعد كده ممكن اتحبس يا اخوانا. انت محدود النظر يا عادل، انت بتتكلم عن الستات اللي تحت في الشارع، ما بالك بقى لو انفجر في الستات اللي قاعدين في البيت هنا. يا ده تبقى مصلحه، يبقى خد الشر وراح. عادل لا لا قصدي يعني ما تقلقوش ما تقلقوش، انا ممكن اتصرف، هنجيب ترابيس لكل الاوض بتاعتكم، وبعدين الدوريه الراكبه اللي هي بتاعه الشرطه اللي بتمر في الشارع اخليهم يمروا هنا في الصاله، لو شافوا جدي بيعكس اي واحده فيكم هيتصرفوا بقى. هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ هزر هزر هزر. يعني هعمل ايه يعني يا سناء؟ جده دلوقتي يا اخوانا في سن خطر، لازم نتصرف. يعني انا الاوان يتسطر ويتاهل ويلاقي النص التاني يا عادل. بس لقيتها، يبقى احنا لازم ندور لجده على عروسه وفورا. بص بقى، احنا الجد هلا هلا عليه وهلا هلا على الجد عليه، ماشي يا بابا ستو؟ ايه كميه الهلا هلا اللي انت بتقولها دي ياض؟ وبعدين ايه بابا ستو ياض دي؟ ده انا كل ياض برجله، ده انا كل برجله ياض. معلش معلش انا بس بتبتدي بلخبطه الاول. المهم دلوقتي دولة تحت يعني وكلني وشربني واداني جنيه ربعين وقال لي بص يا رمزي عشان انت كبير المنطقه اطلع كلم بابا ستو في موضوع كده مهم يعني. ولا انت شكلك كده ياض ابن امك ياض، صح؟ طب ربك طب ربك. امال يا بابا ستو هكون يعني ابن ام تانيه غير امي يعني؟ والله انت يا عم شكلك كبرت وخرفت يا عم. باين كبرت وخرفت. كبرت ايه ده؟ هلا ايه ده؟ هلا انا حاسس الزمن بيطلع بيا لقدام وبيرجع بيا لورا، وحاسس جالي فونيا من الادوار العنيا. تعالى نقعد تعالى نقعد تعالى نقعد تعالى نقعد. تشرب شاي؟ يا ريت والله يسقيني. قعد استنى ما اشرب نفسي الاول وبعدين. وانت عايز ترغي في ايه بقى يعني؟ بص بقى بابا ستو، احنا دلوقتي زي ما انت عارف يعني الانسان مننا محتاج انثته، والانثى مننا محتاجه راجلها، صح؟ وبعدين ظل راجل ولا ظل شجره. اه صح يا ابو، وعلى راي البسل والشجره بودنين بيشيلوها يوم الاثنين، صح؟ صح يا بابا ستو، عليك نور يعني. بس انا ليا تعقيد على كلام حضرتك. هتعقد؟ عقد يا عقد. بص يا سيدي، احنا دلوقتي بصريح العباره يعني عايزين نجوزك عشان تهدى كده هون بقى وتحل عن سمانه بقى. ايه حل عن سمانه دي؟ ايه حل عن سمانه؟ وبعدين اتجوز ايه يعني المشكله؟ طب انا بره كنت في المغرب ياض واتجوزت، عارف واحده كانت ايه بقى ياض؟ وكانت هي يلا. عفرف عليك بقى بابا ستو. بص احنا دلوقتي مش هنفرض عليك يعني واحده بعينيها او بمرخرها، لا احنا هنا يعني هوقف لك ستات الحريم بتوع المنطقه كلها كده ونصف، وانت تستنقى منهم براحتك. انا استنقى؟ اه. واستنقى انا؟ وبص طب وامو ربيع هتبقى واقفه معاهم اللي انا استنقى؟ لا امو ربيع دي متجوزه. ايوه انا هتبقى واقفه معاهم ولا مش واقفه معاهم؟ حاضر هشوفها لك يا بابا ستو. ايه قلت ايه بقى؟ طيب لا بص انا مش هسرق يا ياض، انا مش هسرق، انا خلاص انا خلاص ياض اللي انا عايز ارتبط بيها وموجوده في البيت ده. ما تقولش ما تقولش، انا هقول لك عشان انا ناصح. هقول لك انت بتفكر في مين؟ ها طب قول ياض، لو عرفت اللي انا بفكر فيه صح هديك بالقلم، لو عرفت غلط هديك بالقفا، يعني شوف انت اختار بقى وانا هديك بالقلم. يا رب يطلع غلط يا رب عشان اخد بقى بالقفا، عشان بقالي كتير قوي ما خدتش بالقفا يا بابا ست. وبعدين انا بحس ساعتها بانتعاشه كده هون مفتخره كاني بشرب في فنجان قهوه على فكره. طب ياض قول بيه قول بيه عشان انا ايدي خلاص اهي ايدي بتاكل لي. بص بقى بابا ست بقى ابو الرماميز هيقول لك مين؟ ام الواد عصعص. ام عصعص مين؟ ام الواد عصعص الله يرحمها اللي كانت بتيجي هنا وتاخد العيش المكسر عشان المعيز بتاعتها، هي ولا لا؟ ابا عصعص ابا عصعص وعيش وبتقول الله يرحمها اتجوزها ازاي؟ اهبل يا اهبل يا اهبل. صح صح. طب طب مين يعني من بيت هنا فين؟ واحده بالبيت هنا هو ياض، وبص مش عايز استرقى وهي واحده بالبيت ده. اقول مين؟ مين؟ الزغلوله الصغيره. ما تقولش ما تقولش، البنت ياسمين صح؟ ياسمين يهبل ياسمين يهبل البيت وايه ورا ورا البيت التاني ياض ام ترينك ياض اللي بتقعد رايحه جايه دي ام ترينك. بس بس يا عم البيت نوجة. نمس انت بابا ستو نمس، طمعان انت في المصروف بتاعها وعلشان تذاكر لها كمان صح؟ اه ذاكر لها صح ياض، وذاكر لها وبعدين ايه واقعد اخد المصروف بتاعها واذاكر لها واتجوزها بقى ايه ده؟ ايه؟ والزرعه دي بالزرعة دي وحلوة؟ حلوة قوي قوي، ما تدهني بابا ستو. عايز الزرعة دي؟ اه. خد ايه؟
مين حيوان البزاعه ده؟ استنى هسقهولك هسقهولك. اس اي ار اليحيى. لا طبعا مستحيل. لا اله الا الله. ليه بس لا يستحيل ليه يا انسه رانيا؟ الله يحفظك يا رمزي. انسه رانيا، بص يا مدام، دلوقتي الموضوع لسه في ايدينا، والحكايه كلها في ايد مين؟ في ايد امك. نو جامي. لعلمك مامي طموحاتها اكبر من جدك ده بكتير. ايه طموحاتها ايه؟ يعني تتجوز كونستابل؟ مامي عندها من الجمال والجاذبيه والرونق والخبره ما يؤهلها لذلك. دولا، بقول لك يا دولا، هو كونستابل ده يعني هو طبال بس كونس؟ كونس؟ في حد شغال كونس وانت اي زيطة جاي فيها وخلاص؟ مفيش حاجة انت ايه اللي مقعدك في وسط الحوار العائلي ده؟ اطلع بره يا رمزي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ماشي يا دولا ماشي، لما بتعزوني بتستخدموني كدليل، بعد ما بتتقد المصلحة بترموني كمنديل. ايوه بنعاملك كمنديل، ومنديل مهمل وكان اساسا مرمي من قبل ما نلاقيه. يلا اطلع بره. ماشي ماشي يا دولا. عموما احنا مش هنعرف ناخد قرار في الموضوع ده غير لما ناخد رأي البنت الأول. رأي البنت؟ طيب ماشي، أنا ممكن أخد رأي البنت وانت تطلعي تاخدي رأي الولد جدي. ها دولا، بقول لك يا دولا، أنا بقى نفسي بقى أتجوز بقى دولا، يعني أنا نفسي أشوف بقى رمز الزغنطة. عارف وأنا نفسي ما أشوفش رمز الكبير. اطلع برا برا. إيه دولا إيه دولا بقى؟ نو نو، برا 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 يا كلب. أنا بقى مش كويسة. الديجرادي بتاع الهايلايتس بتاعي مش مظبوط. تهيأ لي يعني حماتي اي مزين حريمي بحتتين جل صغيرين كده هو على دماغك يزبط لك الكربراتير ده. ايه تي دو ايه كربراتير ده؟ معلش ما انا مش عارف انافقك يعني يا حماتي. يظهر الواحد عشان ينافق في البلد دي لازم يبقى معاه لغات. وتنافقني ليه؟ صراحة يعني يا حماتي، ومن الاخر انا عايز اجوزك لجدي. ومين بجيدة دي؟ مامي يا جدو. بابي يا يبقى اكيد حلوة. طب وانت عايزين كام في الجوازة دي؟ عشان برا كنت في المغرب وروحت قلت لهم عايزين كام في الجوازة وراح هم يلا. نو جامي، ولا كنوزات الدنيا تخليني اتجوز الراجل العجوز ده. هو انا هتجوزه ولا ابقى ممرضة بتاعته؟ لا تمرضيه ايه يعني حماتي، الراجل ما شاء الله صحته والعلمك ده هو شهرين تلاتة يتكل وانت تورسيه بقى. هو عنده فلوس كتير؟ اوه ملايين، بتستهبل ملايين ملايين. طب هو حب قبل كده؟ شوف يا بنتي، بصي وانا هقولك الخبرة بقى، ويعني الحب ده عامل زي ايه والجذبة من غير بطلون. الله صدق انا في حياتي ما سمعت التشبيه اعمق من التشبيه ده. حضرتك بتشبه الحب بالجزمة والبنطلون. الله الله، رومانسية يا جدو. ما هو لازم برضك رومانسية، وعلى رأي المثل خبفسة شافت عيالها بشير على الحيطة وقالت وإيه الحشرات دي وانتوا مرشتوش ولا إيه؟ للدرجة دي؟ وأكتر كمان من الدرجة دي، الراجل ده لف الدنيا وشاف بنات وشاف ستات لكن وقع اختياره عليك، ده معناه إيه؟ عشان كده هو متمسك بيكي جدا. وهيعيشني فين بقى؟ فوق السطوح، افرش لها بقى الفرشه بتاعتها وهي تنام فوق السطوح والفراخ جنبيها وتقعد تنقر. هي مين؟ هي مين دي اللي هتنام فوق السطوح يا جدو؟ يا جدو هو انت بتتكلم عن امراه دنيا؟ دي مامي يا جدو، مامي دي، مامي دي لازم تشيلها فوق دماغك وتحسسها كده انها سلطانه زمانها. سلطانه سلطانه، ونجيب سلطان ونجيب سلطانيه ونجيب سلطه ونجيب سلطه. وهي مين دي؟ مامي يا جدو، مامي يا جدو. مامي وانتي اخت البيت الصغيره اللي بتقعد تربح في الصاله دي كده هو رايحه جايه وبترنك بترنك. البيت الصغيره دي انت اختها اللي هي مامتك هي امك؟ لا جامي يا حبيبي، انا ما اسكنش غير في فيلا بدورين ويكون فيها بيسين عشان التام بتاعي، ها خد بند سولي كده، ويكون موجود فيها شوفير، يكون في سفرجي، يكون في كاميريرا، ويكون في الخدم والحشم دول. ها ويكون طبعا في دكتور عشان لو حصل اي حاجه يعني حماتي. طبعا انت بتقول فيها يا حبيبي، انا هشبشبه، انا هديله زهره شبابي. ورقه دي على دماغها بالكاسبه القديمه. يا مين دي يا جدو اللي انت بتتكلم عنها؟ والبنت ام ترنك، البنت ام ترنك اللي عماله بتربح في الصاله دي وراحت مسكت العكاز بتاعي وقعدت تلعب فيه وبوظت العكاز وقال لي ورقد رفص راسي ذكر، رقد رفص راسي ذكر وهيقطعوا الكهرباء. لا يا اخويا، انا مش ممكن اوافق غير لما ولادي وولاده يوافقوا.
يا ستي بالنسبة لولادك موافقين، رانيا ونجلاء هيطيروا من الفرحة، بالنسبة لولاده هو بقى أنا حفيده وبقولك شيل يا حماتي. طب وبقى اللي اسمها إنعام دي؟ بابي هجيب لي مرتب؟ عايز نطلع معقدة؟ وحدك خلاص طلعتي، وحدك لسه هتطلعي معقدة؟ هو احنا لسه هنبكي على اللبن المسكوب ولا ايه؟ بس انا مش موافقة، مش موافقة، مش موافقة. هقول لاصحابي ايه؟ بابي جاب لي مرات اب، وبعدين اشمعنى دي اللي اختارها؟ ولا عايزين تركبوها عليا؟ يا ماما اصحابك ايه بس يا ماما؟ يا ماما بطلي بقى افكار المراهقة دي يا ماما. وبعدين حياتك احنا هنركبها على حياتك، يعني هتعمل فيكي ايه يعني؟ اللي بيتجوز كبير بيبقى كبير، وبعدين لو اتجوزت ابويا مش هقدر افتح عيني فيها ولا اشتمها. يا ماما لسه على ما تتجوز ابوك ان شاء الله فيها شهرين ثلاثه، في خلال الفتره دي اشتمي زي ما انت عايزه براحتك بقى. وعارفه يا بنت سعيد انا حبيتك ليه صراحه؟ انا اسمي مجيده، وين حبيتني ليه؟ عشانتي فكرتيني بنت وكانت في المغرب واسمها ماري، وكانت بجيب منها سمك، وكان عندها سمك فيه بطارخ، والدنيا مطرت ومسكنا الجزمة يلا. ايه ده؟ ايه ده؟ انت بتقول ايه انت؟ والله ما عارف، والله ما عارف. هو اتجوز والعروسة للعريس والجري وقعد يجري وبيجري بيجري بيجري وهو جور وهو جور وراح انت حبيتيني ولا ايه؟ وبعدين ما هضربك كان ومش هبدي ايدي عليكي. ايه ده؟ انت تضربني انا ازاي؟ انت بتقولي انا مش فاهمه ان انا اي حاجه خالص. عايزه اقول لك حاجه، انت قليل الادب وراجل هبجي. اشتميني اشتميني، انا بحب ست اللي هي لسانها بيبقى مبرد وحدادي، وبعدين نقعد نبرد عشان السوكه وجبت الصنايع يلا. ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ مش فاهمه انا اي حاجه منه. وبعدين الكلام اللي انت بتقوله ده كومبليمون ولا قنبله عشان تفرقعني بيها؟ على العموم بقى انا لسه بفكر. طب يعني انت موافقه ولا ايه؟ موافقه ولا هتجتمع على نفسي وقولي موافقه وقومي؟ طيب موافقه 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 موافقه. لكن انا مش موافقه. ليه يا حبيبتي؟ دي طنطك فجيده، ويعني دي في مقام مامتك بالظبط يعني، وممكن تعتبريها زي امك يعني، واعتبريها زي ماما. ايه؟ مفيش حد ابدا يملى الفراغ اللي سابته ماما. يا ستي لو يعني ضايقتك ابقى اطلقها، وراي المثل شيل ده من ده من ده من ده ويرتاح ده من ده وين ده عندك. مفيش مرات اب كويسه ابدا. انا بقول لك اهو، اذا كنت هتتجوز الست دي لازم تطلعها دلوقتي حالا حالا حالا. ايوه مش هطلعها يعني، مش هبقى اتجوزها الاول بعدين ابقى اتجوزها؟ لو عملت كده انا هسيب لكم البيت وامشي واروح عند عمته. ها روحي روحي روحي. هي عمتي لسه عايشه؟ لسه عايشه وعايزه تيجي تقعد معانا. انا ليه بسال؟ ليه بسال بس؟ بس يلا بس. وتعال تعال يا العاب تعال. ده انت بنتي الوحيده ولا وانا خلفت غيرك ولا خلفت ولا؟ تعال يا حبيبتي، ودي الست دي انا راضيها واديها اي حاجه فلوس يعني، تقوم هي منزله الجنين من بطنها وخلاص يعني. بس انت اهم حاجه ما تقوليش لامك بقى الله يرحمها ان انا اتجوزت. ماما ماتت يا بابا. عشان كده ما جابتش بقى كوبايه الشاي اللي انا طلبتها منها من فبراير 1967، وكان الحرب وطيارات وقعنا 12 وطياره بلاستيك يلا بقى. انت عايزه تتجوزي بابي؟ انت تتجوزي واحد على قدك. العرباج اللي تحت عايز عروسه، مش ترمي شباكك على كبير العيله، ده لا يمكن يحصل ابدا. شرب يو بس اسكتي شرب بس اسكتي ترالالم بصي انت ما تقلقيش ما تقلقيش، احنا هنروح دلوقتي العرفي بغرق السوق، احنا هنروح نضرب اتنين كشري وبعدين نطلع المحامي نضرب اتنين عرفي. انا ماليش في العرفي. طب ليكي في الكشري؟ وبعدين يا جدي جوازتك مع عصلاجه، وعشان الواحد يلاقي واحده ترضى بيك الحكايه دي هتاخد وقت يعني. ياخد وقت ولا ما ياخدش؟ ولا هيقعدوا كل شويه يطلعوا القطط الغرقانه فيا وبعدين يعني على راي المثل، وياخد وقت ولا ما ياخدش وقت؟ طب والمعاكسات الدائمه والشجار الدائم اللي بيروح ضحيته عادل؟ مدام عادل هو اللي بيلبس خلاص يلبس هو بقى يعني، وانا هقعد عاكس حتى لو اتجوزت هقعد عاكس عشان هو يا سلام. يعني ايه؟ يعني جواز حضرتك هوبلس كيس؟ اليوبلس فين؟ وانت وراك ايه من الساعه 5 للساعه 6 والربع؟
يا جدو جدو 500 مرة أقول لك إن أنا مش فاضية، أنا مرات عادل، مرات عادل. أيوة يعني أنت فاضية ولا مش فاضية؟ لا مش فاضية، بس يعني ما عنديش مشكلة إن أنا أجي أكون معاك كشري على أساس يعني إن أنا نفسي في الكشري. أوكي؟ أوكي يلا بينا. بس بقولك إيه؟ أنت اللي هتدفع الحساب عشان ما أحبش واحدة ست تبرشت عليا، عشان مرة واحدة في المغرب وجت قبل. يلا يلا.